أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم المجاز، البرنامج اللي بيفيد كتير مننا وخصوصا الناس اللي دايما عايزة تتعرف على كيفية القراءة السليمة والقواعد الإملائية وأحجام التجويد. هيكون معنا النهاردة 4 فقرات أحلى من بعض. الفقرة الأولى هنتعرف فيها على بعض أحكام التجويد وبعض القواعد الإملائية، أما الفقرة الثانية هنتعرف فيها عن سبب ومكان نزول الصورة وتعريفها وعدد آياتها اللي هي صورة الناس، أما الفقرة الثالثة النهاردة هنتعرف فيها على تصحيح وتلاوة الصورة اللي هتكون معانا النهاردة إن شاء الله. الفقرة الرابعة دي بقى حكاية اللي هنستمتع فيها بسماع تلاوة المتسابقين اللي معانا، وفي الآخر هياخدوا جوائز أحلى من بعض. بس في البداية بنحب نقول شيخ حسن أنت منورنا. ده نور حضرتك وأهلا وسهلا بالمشاهدين، ونتمنى انها ان شاء الله تكون حلقه مفيده باذن الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله طبعا هتكون حلقه مفيده بيكم كلكم، يعني تحبوا تعرفوا نفسكم بقى الاول؟ المايك كده يعدي عليكم كلكم، يلا يلا يا كوكو. ملك سمك محمد. ادي هالمايك اللي بعد. سامح سامح. علي صوتك شويه. جنه سامح. ها يلا اللي بعدك بسرعه. مريم جمال. يارا غانم. تمام يلا ننقل المايك ناحيه ثانيه. نبدا باستاذ سيف. يلا. سيف الدين ابراهيم زهراء. عمر محمد فاضل. عمر غانم علي. جانا رضا. تمام شكرا، اهلا وسهلا بيكم ونرحب بيكم. طبعا انتوا عارفين هتنافسوا بعض في ايه النهارده؟ اكيد عارفين طبعا، يعني امال انتوا جايين ليه؟ النهارده اللي هي ده هتبقى الفقره الرابعه ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله هننافس بعض في حفظ سور القران اللي هو الربع الثاني من ورا، من اول سوره الشرح لحد سوره ايه؟ الزلزلة. جاهزين؟ طيب ربنا يوفقك. هنشوف دلوقتي وهنسأل كل واحد. جاهزين؟ طيب قبل ما نبدأ بإذن الله انتوا تركزوا معانا على الحاجات اللي هتتشرح. احنا النهاردة دلوقتي هنبدأ الفقرة الأولى اللي هي قلنا اللي هي موضوع حلقة اليوم، اللي احنا هنصحح فيها اللي احنا هناخد فيها أصوات الحروف بالحركات الثلاثة. تمام. فتح هنراجعها، احنا خدناها في الحلقة اللي فاتت بس هنراجعها كويس جدا 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 النهاردة على الشاشة. صوت الحرف بحركة الفاتحة وحركة الضمة وحركة الكسرة، وكمان إن شاء الله رب العالمين هنعرف النهاردة المكان اللي بيخرج منه الحروف اللثوية الثلاثة. مين يعرف الحروف اللثوية الثلاثة؟ كلكم عارفينها؟ طيب ماشي. الحروف اللثوية الثلاثة الثاء والذال والظاء. تمام ممتازين. وهنعرف برضو في الحلقة اللي لما إن شاء الله رب العالمين اللوحة تتعرض دلوقتي قدامنا هنعرف برضو حروف الصفير منين بتخرج ازاي؟ السين والصاد. تمام. هنا هي دلوقتي قدامنا ازاي نخرج الحرف بحركه الفتحه. صوتي صوت حركه الفتحه مايل شويه اكني بقول ايه، مايل للالف شويه. خلاص؟ ايوه بصوا كده بصوا كده هو بصوا هنا كده هنا في هوا هنا خارج، شايفين اللسان من ورا بيرتفع في حركه الفتحه ماشي، وبعد كده بيبقى هنا ده اسمه الجوف بتاع هنا الجوف دوت اللي بيخرج منه الهوا. ايه ايه اللسان من ورا اقصى اللسان الجزء اللي ورا ده خالص بيرتفع لاعلى لما نيجي نقول حركه الفتحه. تمام كده سهله، هنقراها دلوقتي وهنقول لكم بالظبط 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 الاصوات بتبقى عامله ازاي. طيب في لوحه ثانيه بتاعه الضمه، إيه حركه الضمه؟ بصوا كده الضمه هنضم الشفتين شويه صغيره خلاص اكننا بنقول واو، اكننا بنقول ايه؟ واو. خلاص كده ماشي سهله. هي بصوا المنظر اهو، ده منظر الفم. او او سهله. طيب نشوف لوحه حركه الكسره علشان نبدا نصحح الحروف بالحركات الثلاثه. الكسره الفك بتاعي هينزل لاسفل شويه، اتمام حركه الكسره يجب عليا ان انا اخفض الفك الجزء ده اسمه الفك السفلي، ده اسمه الفك الايه؟ السفلي. خلاص انزله شويه تحت بس اللسان بتاعي شايفين وسط اللسان هنا ها ماشي هيرتفع قليلا لفوق. خلاص اتفقنا؟ ايه خلاص اتفقنا كده. هنقرا دلوقتي الحروف بسرعه جدا جدا هتتعرض دلوقتي قدامنا هنقراها، قلنا بالفتحه والضمه ماشي بس هناخدها بالترتيب، هناخد بالفتح وبعد كده بالضمه وبعد كده بالكسر. خلاص اتفقنا؟ انت طبعا الحلقه اللي فاتت حفظت خلاص الحروف اللثويه. يعني الحروف اللثويه الثلاثه بنخرج فيها طرف اللسان هناخدها دلوقتي برضو على الشاشه. وفي حاجه اسمها حروف الصفير، بص كده يا عمر
حروف الصفير دي بطلع صوت صفير شويه صغيره زي صوت الطائر كده. الحروف الثلاثه بتاعت الصفير. في حد عارفها قبل ما انت؟ مين اللي عارف حروف الصفير؟ ايه؟ قول يلا. السين والذال والصاد. الصفير ممتازه، الصاد والزاي والسي. الصفير ما بنطلعش فيهم لسان، ما بنطلعش فيهم ايه؟ لسان. ايه بص اللوحه دي بتاعت الصفير اهي، ما فيش لسان خارج خلاص. طب انا هطلع حروف الصفير ازاي؟ شايفين طرف اللسان ده؟ هخليه ينخفض لاسفل. شايفين الثنايا اللي تحت دي في لسه صح كده؟ هنخلي اللسان يخبط في اللسه من تحت. اهو بص ايه السين وازاي، اهو شايفين هنا دي الثنايا السفلى، طرف اللسان هينزل ليها. سين زاي ممتازي. الصاد تخينه شويه بس طرف اللسان برضه هينزل هنا. خلاص اتفقنا؟ الصاد خلاص كده. طيب ممكن اللوحه اللي هنقرا فيها الحروف بس نقراها بسرعه جدا جدا جدا. بص هنا حضرتك اللوحه هنا دي الحروف اسمها حروف مجرده بيها ولا حاجه. دي الحروف المجرده شايفينها كده، الالف والباء والتاء والثاء، الحروف عاديه. كلمه مجرده يعني باسمها الطبيعي، باسمها العادي. خلاص تجيب لنا العصايه من ورا نشوف كده. عشان نشرح بيها. هاتي كده اتفضل. شكرا ليك يا يارا. بص كده، بص حضرتك كده، دي الحروف الالف والباء والتاء والثاء، دي حروف من غير اي حركه، دي من غير اي ايه حركة. طب لما بنحط عليها الحركه بصي ده صوتها بقى، الف فتحه ا، الف ضمه او، الف كسره اي. خلاص سهله كده. احنا قرانا المره اللي فاتت لحد ما وصلنا للحروف إيه حرف ازاي، وبس اكدنا المره اللي فاتت الحروف اللي هي باللون الاورنج ده دي حروف لثويه. الحروف اللثويه اهي الذال وايه تاني والاورنج التاني والثاء، اهي الثاء هنا اهي، والذال والظاء. الظاء بطلع فيها طرف اللسان مع ان انا اتخنها. خلاص اتفقنا؟ وكلهم نفس الحكايه، هفتح بقي اه، هكسر او اضم شفايفي اقول او، او اكسر الفك اللي تحت اي. طيب النهارده بقى الحروف اللي باللون الازرق ديت، وخدناها برضو المره اللي فاتت، اللي هي الخاء والصاد والضاد والطاء والظاء والغين والقاف، دي قلنا حروف ايه؟ لا دي حروف مفخمه. بصوا كده بسرعه اللوحه هنا، شكل الحروف المفخمه بالحركات الثلاثه. بصوا كده لما يكون الحرف مفتوح، بصوا اللسان بينزل لتحت زي مقعر، بينزل اللسان. شايفين؟ شايفين في اللوحه هنا؟ اهو من اللي تحت كده في انحناء للاسفل كده. خلاص وبراعي برضو قلنا ما بيخرجش طرف اللسان خالص. خا خا جميل. طيب لما يكون الحرف مضموم اخر اللسان اقصى اللسان بيرتفع شويه لفوق. خو ممتازين. طب لما يكون مكسور الفك بينزل لاسفل واللسان بيرتفع للحنك الاعلى. خلاص خي. طب نقولهم بسرعه بقى حروف ثلاثه هسالكم فيهم. حروف اللثويه هي الثاء والذال والظاء. طب ممكن نقولهم، ممكن نقولهم بالحركات الثلاثه. يلا الثاء هنقولها ازاي؟ الثاء والذال. لا نقولهم بالحركات الثلاثه، ثاء ثو ثي. خلاص بعد كده الذال هنقولها ازاي؟ ذا ذو ذي. طيب الحرف الثالث حرف الايه؟ الظاء. هنقوله ازاي؟ ظا ظو. لعبه جميله. طيب الحروف التخينه بقى، طب قولوها لي من غير حركات، مين اللي عارفها؟ طيب قولي كده حرف من الحروف التخينه المفخمه. يلا يا ملك. خا. انت قولي كمان حرف يا سماح. خا صا ض. ممتازه. يلا قولي كده حرف كمان. جنه ممتازه. طا غا. يلا يا يارا. قا ممتازه. يلا سيف. ظا. لما نيجي ننطق حرف الظا بخرج فيه طرف اللسان وتخنه. خلاص ظا ظا اهي. بص ما ننساش تاني الحروف اللي باللون الازرق. خلاص الحروف ديت كلها دي حروف مفخمه. خلاص كده اتفقنا. طيب انت بقى درب نفسك في البيت. اعزائي المشاهدين كلهم ان شاء الله هينقلوا الحاجات ديت. يبقى انت خدت النهارده حروف لثويه ثلاثه، عايزين ورقه وقلم كده ونكتب يعني. نأيد بقى مع بعض، كله يجهز الورقه والقلم والمصحف. خلاص اتفقنا. الحاجات دي احنا خدناها في الحلقه اللي فاتت بس بنراجعها تاني عشان ما ننساهاش خالص. حروف لثويه بنطلع فيها طرف اللسان سواء مفتوحه مكسوره مضمومه. خلاص وفي حروف سبعه بنتخنهم دائما. خلاص اللي هم ايه؟ الخاء والصاد والضاد
والغاء 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 ولا العلاء خلاص والظاء. احنا جمعناهم في ثلاث كلمات سميناهم خصة ضغط قظ 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 خلاص. طيب في حروف بقى احنا قلنا في حروف تانية بنطلع فيها صوت صفير صغير، وقلنا دي اوعى اوعى تطلع فيها طرف اللسان عشان هي شبيهة شوية بالحروف اللثوية. ايه هي الحروف ديت؟ يلا عشان جهز نفسك ازاي لا احنا قلنا حروف ما بيخرجش فيها طرف اللسان سميناها حروف الصفير. نقولهم تاني حروف الصفيره هي، بصوا بصوا كده 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 موجودين باللون الاني باللون الاخضر الجميل. استاذه ندى خلاص حفظت ازاي والسين والصاد خلاص هي قلنا ما ننساهمش بقى حروف الصفير. اوعى تخرج طرف اللسان، هخلي طرف اللسان موجود تحت في الثنايا السفلى خلاص. يلا سين سين زاي صاد. اقوى واحده فيهم اني الصاد خلاص خلاص اتفقنا كده خلاص. دي الفقره الاولى، وقلنا الفقره الاولى بناكد تاني بنتعلم فيها اصوات الحروف بالحركات الثلاث. في جزء صغير احنا هناخده بس واحنا بنصحح صوره الناس. النهارده حكم جديد، حكم اسمه غنه النون المشدده. غنة النون الايه؟ المشددة. نون مشددة يعني ايه؟ يعني نون عليها شدة. علامة الشدة في المصحف ثلاث سنات شبيهة بحرف السين. خلاص كده اتفقنا؟ دي الفقرة الأولى. طب معانا الفقرة الثانية ايه؟ معانا الفقرة الثانية هنتعرف فيها على صورة الناس. هي صورة من ست آيات وبيختموا بيها المصحف الشريف. ده يعتبر ترتيبها الأخير يعني. نزلت الصورة بعد صورة الفلق بالظبط. وهي تعتبر تعويذة من أي شر يسري في الخفاء ومن أي وسواس سواء الجن ولا الإنس. لذلك تقرأ في كل صلاة وقبل النوم وفي أذكار الصباح وأذكار المساء. أما فضلها بقى عن عائشة رضي الله عنها عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، كانت قصة صغيرة كده. كان الرسول إيه؟ كل ما يجي يروح ينام يجمع كفيه وينفث فيهما. ينفث فيهما بإيه؟ بصورة المعوذتين وكل هو الله احد. هي كل اعوذ برب الناس وكل اعوذ برب الفلق. دي سنه ممتازه جميلة. وكل هو الله احد. وبعديها كان بيمسح على وجهه وما يستطيع من جسده. ودي تعتبر يعني كانك بتحمي نفسك. تمام مظبوط. يعني هي سنه جميله بصراحه جدا يعني عن الرسول عليه الصلاه والسلام. وكان بيقولها ثلاث مرات. طيب سبب التسميه ليه اتسمت سوره الناس؟ لذكر كلمة الناس ست مرات في الصورة. نوريها له صح برضو ولا في حاجة غلط؟ شوف أيوة لتكرارها هي فعلا متكرر سورة الناس ست مرات. هي في الآية الأولى دي مرة وفي الثانية ثالثة وفي الآية الثالثة وفي الآية الرابعة وفي الآية الخامسة وفي الآية السادسة. خلاص هنصححها دلوقتي ونشوف إيه الأخطاء اللي إحنا بنقع فيها كتير كتير. من اللي بيجي يقرا سوره الناس بيقع في اخطاء كتير، احنا ان شاء الله هنصححها مع بعض دلوقتي. خلاص اتعرفنا على الصوره تمام كده. ايه بقى سبب النزول؟ سبب النزول تحب تقول انت القصه دي؟ لا اتفضلي انت قولي. ماشي كان في زمان غلام يهودي كان قاعد دايما مع الرسول في خدمته. صلى الله عليه وسلم. جاله شويه يهود كده قالوا له احنا عايزين من الرسول المشاطه بتاعته او الاسنان بتاعته. فضلوا يضغطوا عليه لحد ما جاب لهم حاجه من حاجات الرسول وخدها عشان يعمل له سحر. سحر يعني حاجه مش حلوه خالص يعني. وعقد السحر ده 11 عقده ورماه ببئر. البئر اسمه زروان ورماه. هنا بقى نزل الوحي اللي هو سيدنا جبريل على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام بسوره المعوذتين. وقال بقى هنا فيها سوره الناس. دي كانت سبب او يعني وقت النزول. وهي تعتبر سوره مكيه لانها نزلت على الرسول نزلت عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم في مكه قبل الهجره. يبقى احنا عرفنا هي نزلت ليه؟ عشان تحمينا وتحمي الجميع ايوه من اي اذى. خلاص اتفقنا؟ خلاص؟ طيب الفقره الثالثه ليها تصحيح الصوره. طيب نقولها بعد الفصل؟ تمام. طيب نروح فاصل ونرجع تاني ان شاء الله لتصحيح سوره الناس.
ورجعنا لكم مرة أخرى ومع بعضنا هنصحح تلاوة سورة الناس. احنا قلنا دلوقتي أستاذة ندى تبص على الشاشة كده، قلنا إن في حكم تجويدي جديد هنشرحه النهاردة وإحنا بنقرأ سورة الناس. شفت أنا عملت في اسم السورة إزاي؟ عملت هنا حاجة اسمها غنة من أعلى الأنف. بص الناس. ليه بعمل كده؟ هل بمزاجي ولا لازم أعمل كده؟ لازم أعمل كده. إحنا قلنا في قراءة القرآن في قواعد وأحكام معينة بتخليني مقيد إن أنا لازم أنفذها عشان أطلع القراءة قراءة سليمة مجودة. هنا بسرعة هيت هنشرح بسرعة جدا الغنة دي طالعة منين؟ خلاص؟ من الخيشوم أو اللي هو التجويف الأنفي. دي أنف بنطلع منها غنة النون، والنون دي بتطلع من طرف اللسان مع ما يحاذيها من من اللثة العليا. شايفين احنا قلنا دي اسمها ثنايا صح؟ ايه اللي ماسك الاسنان دي؟ في لثة ماسكاها صح كده؟ ايوه اللسان فوق الثنايا اهي ما عندي اللثة العليا. خلاص اتفقنا؟ الناس النون. يعني انت لو ما طلعتش الغنة دي يبقى انت كده بتقرا، يبقى بنقرا من غير قواعد. والنهاردة هم لو سمعوا من غير ما يقولوا الغنة او يخرجوا اللسان في الحروف الثلاثة او يفخموا الحروف السبعة كده انت هتخسر الجايزة. يبقى احنا طالبين منك ده درس صغير خالص. يبقى احنا اتفقنا هنطلع لساننا، هنعمل الصفير المناسب، هنفخم الحروف المفخمة، وهنعمل النهاردة الغنة. لازم تاني الغنة. في حرفين هم بس اللي بنعمل فيهم الغنة في القرآن. الغنة في القرآن في حرفين أساسيين. النون احنا قلنا المشددة اللي عليها شدة، وفي حرف الميم المشدد. حرف الميم الايه؟ المشدد. والغنة ديت بمقدار اكنك بتقفل صباعك كده وتفتحه حركتين بس. خلاص؟ والاتنين بيخرجوا من اعلى الانف من الخيشوم. خلاص؟ العلماء القدماء كانوا بيسموها ايه؟ التجويد. كان التجويف الانفي. خلاص بعد كده سموها خيشوم. وديت واحد. طيب هتطلع غنه الميم. اضم الشفتين اهم زي ما احنا شايفين في الصوره. ضمينا الشفتين، بنقفل الشفتين وبرده بنطلع الصوت بتاعها من فين؟ من اعلى الخيشوم. حمالت. يبقى كم حرف بقى بنعمل فيهم غنه؟ حرفين اللي هم ايه؟ تقول لي كده النون والميم اللي عليهم شده، اللي عليهم ايه؟ شده. والغنه دي صفه على طول لازقه جواهم ما بتسيبهمش ابدا، سواء وقفنا عليهم او وصلنا الكلمه بالكلمه اللي بعدها. في كل الاحوال لازم اجيب الغنه. خلاص؟ نعرض صوره الناس. وبعد كده هنا برضو في لوحه جميله بتقول لك يعني ايه الشده دي اصلا جت منين. تبقى عارف ان الشده هي حرف واحد بس اتكرر مرتين. جميل، ممتازه يا جنه. بص هنا حرف الدال مثلا، هو مديني مثال للشدة بصفة عامة. الدال الحرف الأولاني عليه سكون والحرف الثاني متحرك. لا طب نتكلم بقى صح، مش شرط تبقى فتحة، ممكن تبقى كسرة وممكن تبقى ضمة. هو بقى عشان التكرار ده مش لطيف ماشي، خد الحرفين دول ودخلهم في حرف واحد وسماه حرف مشدد. خلاص؟ طب علامة الشدة ايه؟ ثلاث سنات هي من غير الايه؟ من غير القوس بتاع السين، شبه السين كده بالظبط. خلاص؟ طيب اي حرف عليه شده، اي حرف عليه شده هنعمل فيه غنه؟ لا هم حرفين. لا. الحرفين بس اللي اتفقنا. طب الشده لو جت على اي حرف تاني اعمل فيه ايه؟ ايه بقى؟ اضغط على الحرف بس. طب اضغط عليه ازاي؟ نشوف مثال جميل جدا جدا جدا. احنا ناخد مثال ان السكون ده حرف نايم، حرف ايه؟ نايم. طب مين اللي هيصحيه؟ اخوه اللي عليه الفتحه او الضمه او الكسره. يعني ادينا مثل كده بسيط. طيب هيجي يتقرب هنا مثال وهنعرفنا كده. خلاص الشده جت منين؟ حرفين شبه بعض، واحد منهم ساكن والتاني متحرك. هيجي دلوقتي لوحه الامثله وهنعرف ازاي الحرف بينام وبيصحى. قلنا ان ماشي ناخد صوره الناس مثلا. هنا مثلا صوره اهي الناس. اول نون، النون الساكنه ايه اللي حصل فيها؟ طب نقعد واحنا بنتكلم. لا النون الاولانيه كانت نايمه. الناس. الثانيه هتصحيها ولا لا؟ الناس. ممتاز. هي صحتها هنا بقى بالفتحه ولا بالضمه والكسره؟ مش شرط، حسب ما تيجي في لفظ الكلمه. حسب ما تيجي في لفظ الايه؟ لفظ الكلمه. في لفظ الكلمه. خلاص اتفقنا عرفنا منين جت الشده ديت.
واحد نايم واخوه الكبير هيصحي. هيصحي. طيب نقرا سريعا جدا ونصحح سوره الناس. يبقى ما حدش يقول ايه الناس، هي سوره الناس. طب ليه اسمها ليه عملت احنا اتفقنا ان اول الف دوت اسمه همزه وصل، ما اسموش همزه وصل. دايما بنبدا بيها لو وراها ايه؟ لو وراها لام. يبقى ما ينفعش حد يقول ايه الناس كده غلط، هي على طول الناس. طب اللي بيعمل غنة ويطلع لسانه صح ما يطلعش اللسان، احنا قلنا النون بتخبط فوق خلاص. دخل لسانك ما حدش يقول الناس خلاص. نقرا مع بعض بسرعه. طبعا احنا اتفقنا ان في بدايه اي سوره نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا نقول بالراحه وما ننساش الحرف اللاس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممتازين. نقرا بقى بعديه بعد كده ماشي. بص كده على طول هنا السين اللي عليها سكون، انت هتقرا بعد ما نقرا خلاص اتفقنا. السين دي اتفقنا ديت في الحلقه اللي فاتت ان هنطلع فيها هواء بس، وقلنا حرف همزه. يلا نبص مع بعض بسرعه. يلا بسم الله. شفتوا اللام هنا الشده هي ولا لا؟ شده. طبعا الكل باصص في المصحف ماشي في البيت ومعاهم ورقه وقلم بيكتبوا ورايا. يلا شاطرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا الرح الرح، محدش يقول الرح خلاص اتفقنا. طب ليه قلنا الرح؟ عشان الحاء من الحروف المرققه، لا المرققة اللي هي بنقولها بصوت رفيع خلاص. وقلنا برضو لما يكون عليها سكون في همس بيطلع يعني نفس بيجري خلاص. الرحمن الرحمن. اللي معاه قلم في البيت يشاور كده على المصحف هيلاقي هنا في ألف بعد الميم، ألف صغير بنسميه ألف إشارة أو ألف خنجري بيشير. بيشير، ممكن نصبر شوية، بيشير إن هنا في مادة حركتين ماشي. هيبص عملنا زي الرحمن. شفت عملنا ازاي؟ الرحمن. ممتاز. يعني اتفضلي. هي بصراحه حاجات جامده جدا يعني. طيب. هنطلع فاصل بعد ما صححنا البسمله نرجع بعد الفاصل ان شاء الله رب العالمين. رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين وهنكمل بقيه فقرتنا. اتفضل يا شيخ حسن كمل. الفقره ديت احنا قلنا دي الفقره الثالثه اللي هي فيها تصحيح تلاوه سوره الناس خلاص اتفقنا. قلنا ان احنا بنعمل صوت من اعلى الانف ويسمى الخيشوم. قلنا عشان النون المشدده الناس. ممتازه. هي رجعت لنا الصوره تاني. قلنا عشان النون المشدده اللي عليها شده والميم اللي عليها شده بنعمل لها غنه من اعلى الانف خلاص. بتخرج منين؟ من الخيشوم او من التجويف الانف. الناس خلاص عرفنا. محدش يقول الناس. قلنا مفيش حاجه اسمها ايه. الهمزه الوصل دائما همزه الوصل دائما نكتب دي ملحوظه كويسه جدا. همزه الوصل احنا قلنا في الهمزه، قلنا الهمزه نوعين فاكرينهم، همزه قطع اللي هي ا اي او خلاص سهله دي. قلنا في حاجه اسمها همزه وصل دي موجوده دايما قبل حرف ساكن، ليها قواعد معينه علشان نبدا بيها. من ضمن القواعد دي عشان ما ننساهاش، عشان بنعلم اطفال صغيرين، ان انا اقول له لما يجي وراها لام على طول نبدا بيها بالفتحه. نبدا بيها بالايه؟ بالايه. يبقى سوره الناس خلاص اتفقنا. قرانا البسمله قبل الفاصل، نعيدها بسرعه جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ممتازين. ما تقولوش غير لما انا اقرا ماشي. اولها كل، بص هنا كده، بص هنا كده، تيجي استاذ ندى مكاني شويه ماشي. وبعد كده نبدل الاماكن. بص هنا كل، شايفين القاف هنا؟ تمام. ارجع شويه كمان، ايه كده واضحه جدا. القاف ديت من بيخرج من اقصى الحلق خالص. ق ما لو قربتها سنه هيبقى صوتها كاف رفيع وتبقى غلط. عارف احنا كل بقى دي يعني تاكل ولا يعني ايه؟ كل 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 يعني ايه؟ كل تكلم. كل تخن جدا. كل كل حط اصبعك هنا عشان تعرف هنا. جميل. كل واللام ما بنخرجهاش، اللام برضو بيرتفع اللسان لفوق للحنك الاعلى. جدعين. يلا كل اعوذ. شايفين الذال هنا؟ الذال ديت حرف ايه؟ ماشي بالراحه وبنظام مع بعضنا. طيب في واحد يجي يقرا يقول ايه؟ قل اعوذ. هي فيها واو؟ لا. يبقى الحركه الضمه دي حركه واحده بسرعه. قل اعوذ. قل اعوذ يعني ما يبقاش فيها ضمه. ما يبقاش فيها، لا نضم بس ما نطولش صوتنا. هنتعلم بعد كده المد يجي امتى.
طيب هنا ديت بصوا احنا قلنا اعو، هنا في مد اهو شفت عشان الواو قبلها ضم، مد بالواو اعوذ، الذال بقى هي اللي ما فيهاش مد خلاص. طيب بالراحه قل اعوذ برب الناس، ممتازين. هنا الباء مشدده شفتوا ما عملناش فيها غنه بس ضغطنا عليها، هي المثال اهو جالنا اهو برب بي، جبنا جبنا باء ساكنه نايمه اهيت، هنصحيها بالايه بقى هنا صحيت بايه؟ بالكسره، بباء مكسوره، جدعين. قل اعوذ برب الناس، ممتازين. ملك الناس، طب واحده واحده محدش يسابقني، قول بعدية ورايا، ملك الناس، ملك الناس، ممتازين. شايفين هنا بص كده إله، إله دي مكتوبة رسم عثماني، احنا قلنا في الإملة، في الإملة كلمة إله ألف لم ألف صح كده، دي زيها بالظبط أكنها ألف ولم ألف باينة كده. تعالي كده أستاذة ندى سنة صغيرة هنقعد نبدل شوية هنا يا جدعين. إله شايفين هنا إله، شايفين الألف اللي بشاور عليه الصغير ده، شايفينه ده، ده اكنه ألف كبير عادي خالص، بس ده رسم عثماني بيتكتب كده خلاص. يبقى لازم اجيب مد بالالف، هنجيبه حركتين ماشي. يلا إله الناس، ممتازين. مين طيب ايه اللي انا عملته هنا في النون هنا؟ النون لا خفيناها وهنعرف ليه بعد كده. طيب ما حدش يقول من شا، ما حدش يقول من ايه، هاجي الناحيه دي عشان تبقى واضحه جدا ليكم. اه هنا بص الشين شا، احنا اتفقنا شاهد اكننا بنقول شاهد او شاي، اتفقنا ما حدش يقول ايه شا غلط ولا صح، عشان الشين، الشين حرف مركك خلاص. نقولها بقى صح، من شري، من شري، في واحد قال شا ما حدش يقول شا خالص، شا ممتازين. بس هنخفي النون دي شويه وفي الحلقات القادمة هنقول لكم كل حاجة بنعملها ليه. اخفيها بقى هنا، من شري، الوسواسي، الوسواسي كتير طلع لسانه في السين، السين مش من الحروف اللثوية، دخل لسانك خليه، خلي لسانك يخبط تحت، الوسواسي ما بتطلعش بره صح، الوسواسي ممتازين. الخناس، غنى، استاذه ندى خلاص عرفت ده هي اللي هتاخد الجوائز، ده هي عرفت كل حاجه، ممتازين. غنه ايه بقى نسميها ايه؟ غنه النون المشدده، يعني نقراها على بعضها بقى كده وتقولوا ورايا، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس. حاجه من الحاجات اللي خدناها في الدرس قبل ما نيجي للفقره ديت، الخاء، ما حدش يقول الخناس، اسمه الخاء، خاء تخينة، مفخمة، مفخمة، شاطرين. طب بسرعة يلا، الذي، الذي، شايفين كده؟ طيب عملنا ايه في الذال هنا؟ طيب ممكن ما حدش يقوم ونقول بالراحة، الذال حرف لا سوي، طلع بقى لسانك، الذي، الذي، اوعى حد يطلع لسانه كتير، لا، هنطلع حته صغننه جدا، جدعين. الذي، الذي، ياء ضمه، ممتازين. يوسوس، يوسوس، طلعت لسانك، دخل لسانك، قفشتك، انا بسمع الصوت على طول من بعيد. بصوا السين هنا عليها سكون من الحروف اللي هتتهمس، هدخل لساني واطلع فيها هوا، يو ما تقوليش يي، يو، يوسوس، يوسوس، في، في صدور الناس، غنة تانية، نون مشددة، ممتازين. نون مشددة غنة حركتين سهلة جدعي. من ال، من ال، اوعى حد يطلع لسانه في اللام خلاص كده. طيب يجي حد يسألني دلوقتي من اللي قاعدين في البيت، اه هنقولها بعدين، انتوا شاطرين على فكرة، بس احنا نقول الحاجات دي واحدة واحدة خلاص. طيب هنا بصوا، من ال، انا نطقت همزة الوصل دي؟ لا، يبقى قاعدة نبقى عارفينها، قاعدة ما ننساش تاني واكتبها، إن همزة الوصل دي تسقط أثناء وصل الكلمة بالكلمة، تسقط يعني، يعني مش هنقولها، هننط من فوقيها. بصوا كده، بصوا كده، بص اه، من ال، من ال، نزلنا على اللام ولا لأ؟ نزلنا، من الجن، ما حدش يقول من الجنة، اه بص للكسرة، جدع ممتاز، كسرة،
جدعي من الجنة. لا انا مش فاهماها دي. طب مش فاهماها فعلا يعني. الجي. طب بص استاذ ندى بتقول لك معلوماتي على قدي برضه لازم نفهم. لا استني بقى عشان في حاجه كبيره. شايفين دي مش دي همزه الوصل؟ اه. اللي هي مثلا موجوده في كلمه الناس اهي. الناس لما نيجي نبدا بيها لوحدها الكلمه لما تكون الكلمه لوحدها هنقول ايه؟ الناس. فتحتي بقي ولا لا؟ اه فتحت. طيب هنا بقى لما تكون مسبوقه بكلمه او بحرف هتسقط ومش هننطقها خالص، لكنها مش موجوده، خلاص كده؟ هننط ما فيها. بصي عشان قلنا من الجنه. طب لو هبدا بكلمه الجنه لوحدها اقول عادي اهي الجنه. من الجنه. لكن لما نيجي في الوسط هتسقط. يلا من الجنه لا نقول بقى الغنن. والناس. بطلع الصوت ممتاز. انت شاطر يا سيف، ممتازين. وجانا بتجاوب معايا. خلاص نقرا اخر حته بقى. من لا بعديه بعد اذنك عشان الناس تسمعنا صوتنا يبقى واضح. من الجنه والناس. ممتازين. دي كده فقرة تصحيح تلاوة سورة الناس، واللي خدنا فيها حكم مهم جدا جدا جدا، غنة النون اللي عليها شدة. وطبعا احنا اتفقنا اختها، بس لسه لما تيجي صورة فيها ميم الميم اللي موجود عليها شدة. وبكده يبقى احنا انتهينا من الفقرة الثالثة، وهنخش بقى على الفقرة المهمة اللي انتوا جايين اصلا عشانها، صح كده؟ ايه فقرة ايه بقى؟ فقرة ايه؟ المسابقة. المسابقة. محدش يزعل وكله كسبان. احنا اتفقنا انت بدل جيت هنا يبقى انت كسبان. خلاص نشوف بقى الاستاذه ندى تقدم لنا فقره المسابقه. طيب هتبداها كده بالترتيب الاول ولا نبدا بالترتيب؟ مش مشكله. طيب اقعدي يلا حلو كده بقى عشان هنبدا. طب اقعدي. لا زي ما انت خلاص كده. لا نبدا بملك، بس احنا الاول نشرح معلش للمشاهدين المسابقه. احنا اتفقنا المسابقه كل حلقه بنصحح تلاوه ربع من القران مع الاطفال اللي موجودين معانا. المرة اللي فاتت خدنا ربع العاديات، وقلنا الربع اللي هو بيبدا اللي هي ربع العاديات ابتدى من سورة العاديات وانتهى لحد سورة الناس اللي هي اللي قالت عليها أستاذة ندى دلوقتي، قالت آخر سورة في المصحف. طب النهارده هنتنافس في حفظ الربع الثاني اللي هو ربع الشرح. ربع الايه؟ الشرح. مريم بصي لي بقى 15 دقيقة عايزاكوا تبدعوا فيها. خلاص كده بسرعة جدا جدا جدا. يلا نبدا مع ملك. طبعا هنديك المايك. خلاص يلا يا ملك. ملك انت حافظة سورة ايه من ربع الشرح؟ قارعة. لا القراءة دي ربع العاديات تبتدي بيها وخلاص. طب ناخد ما قريناهاش الحلقة اللي فاتت، لو حتى لو قرأناها تقرأها تاني. طيب جاهزة بالقارعة؟ ايه؟ طيب ما تنسيش سورة القارعة فيها همس. القارعة. القارعة. طب نبدأ بيها. طيب احنا ايه رأيك يا شيخ عشان الوقت ويبقى كله برضو بيسمع، نخلي كل اتنين يشرحوا صورة يشرحوا يقولوا صورة. طيب خلاص هنخلي الصور الطويلة شوية اتنين يساعدوا فيها. طيب نبدأ بملك. اقعدي بقى يا جنة نسمع زميلتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأي القارعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من ثقلت موازينه فهو فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ممتازة جدا. ندي لسامح. ندي أصفر ولا أخضر بسرعة؟ لا أنا هديها أخضر. أنا عايز أديك اتنين أخضر. أنا هديك أصفر. والله يعني بجد. بس انت شاطره برضه. بس انت شاطره يعني. الله اكبر والله انت شاطره. بس انت عارفه انا اديك ليه الاصفر؟ قولي عشان القارعه دي من الربع الثاني، مش احنا اتفقنا؟ بس شكلك هتكسبي عشان احنا معانا جوائز كتير. خلاص انا مديك اتنين اخضر فاخضر واحد يعني ما تقلقيش. يلا اقراي يا سماح. هتقراي سوره ايه يا سماح؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. الله.
يومئذ. اه هنا يلا. يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك بأن ربك أوحى لها. طبعا بأن هنا فيها غنة. بأن ربك يلا. بأن ربك أوحى لها يومئذ. يومئذ تحدث يصدر الناس أشتاتا أشتاتا ليروا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شيرا. ممتازة. انت عندك ان شاء الله رب العالمين هتظبطي الرؤى تبقى 100 100. مش بتاعتي ليه؟ بس بصي 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 ده انا بصي هديك ايه؟ ممتازة. انت هتديها اخضر؟ خدي. هتديها اثنين اخضر؟ اثنين. طيب انا هديها اخضر. ما رفعتهمش الملك رفعتهم لك انت. انا هديك بس ممتازة. بس ما ننساش بقى يا حبيبتي ده انت زميلتكم وهي بتقرا قالت ايه؟ إذا زلزلت. عاوزين نطلع لساننا في حرف الذال وندخله في حرف الزاي. إذا زلزلت. شفتوا دخلت لساني تاني ازاي؟ نسمع بقى جنة محضرة سورة إيه يا جنة؟ سورة إيه؟ سورة الشرح. ألم نشرح. بسم الله. بصي بقى بصي هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يعني الغنة جامد. إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أديكي هتديها أدي إيه؟ أنا هديها أخضر. طب ولا هديها أخضر؟ أنا مخبيه. أنا شكلي هطلع الأخضر كله النهاردة ولا إيه؟ طب دي أخضر أهوت. خلاص طب إدي يلا لمريم. خلاص يبقى جنة سامة خدت أخضر. ماشي قولي بقى هتقولي سورة إيه؟ أه أنت شاطر. هتقرا سورة العلق؟ طيب نقرا نصها ونخلي يارا تكمل وراكي. ممتازة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. ممتازة. ادي ليارا تكمل. ممتازة. أنا هديكي أخضر. بصي لك يا يارا. هديكي أخضر. أنت هديها إيه؟ الذي ثانية يا يارا. يارا ثانية يعني خليكي تبتدي. ممتازة. طيب نسمع ليارا بقى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. ممتازة جدا ما شاء الله. بسم الله. بس احنا هنقول حاجة بس صغيرة. واحنا قلنا هنتكلم. انت تاخد اخضر الاول عشان ما تخافيش. خدت اخضر. ممتازة. بس هي قالت ايه؟ كلا لئن لم ينتهي. احنا مش عاوزين نعمل فيها ياء. هي هاء مكسورة بس. كلا لئن لم ينتهي لناس كسره بس. خلاص اتفقنا مش هتنسيها تاني. نروح بقى لمين؟ لسيف. استاذ سيف مجهز ايه؟ البيانة. اتفضل يا سيف. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه. رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه. ممتاز. جزاك الله كل خير. ممتاز. انا هديك اخضر. هديله اخضر. انا مش طيب. عارفه انتوا جايبين الاصفر ليه يعني. انتوا الله اكبر. يعني عليك. بس في حته برضو لما يتلو صحفا ايه؟ مطهى. غلط. مطهى. ما ننساش. انا بركز في حاجات ايه اللي هي باينه جدا واضحه جدا في الاخطاء. خلاص طبعا. يتلو صحفا مطهره. مطهره. خلاص نكمل ولا تقرا البينه من اولها اللي انت؟ طب يلا اقرا. يلا عمر. بسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دي كمرتك. بص فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. رسول وما أمروا عشان ما تنساش بقى وما تفرق بعدها وما تانية خلاص. يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. جزاك الله خير. جميل جدا صوتك جميل ممتاز. عاوزين انا هديك اخضر بس عاوزين اللي يقرا البينة ما ينساش ان فيها همس. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة. كل الهاءات لازم نعمل ها بدل وقفت عليها اجري فيها النفس. استاذ عمر اعوذ بالله. هتقرا ايه طيب؟ سوره القدر. التوكل على الله سوره القدر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بص هناك كده يا عمر دي كمرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله ما شاء الله جزاك الله خير. ماشي ممتاز بس مش عايزين نقول أمر. ماشي ألف فتحة آن والأمر أمر خلاص. هتديله الأخضر ولا أصفر؟ هديله اصفر عشان طيب خلاص بقى نديله انا اخضر عشان هو صغنون. تنورتنا اخضر. انت اسمك ايه؟ عمر. اخو يرى ولا اخو مين؟ اخو يرى. ما شاء الله جدعين. تعلم بقى من رايي. انا عايزك ايه؟ يرى. يرى ممتازه. تركز معايا قوي. نقرا بقى باسمك ايه؟ جنى. يلا جنى تقرا سوره ايه؟ الزلزله. طب دخلي لسانك الزلزله عشان ده حرف ازاي؟ قلنا نفرق بين ازاي والذال. الزلزلة دخلي لسانك اقرأ يلا. أعوذ بالله. بصي يلا للكاميرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك. الغنى يا جنى بأن اللي أخذناه النهاردة. بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ممتازة جزاك الله خير. بس هتقولي احنا قلنا شين ايه؟ شر يرى شا. ممتازين كلكم واحنا مبسوطين منكم جدا 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 جدا. طيب انا مش عارف مين اللي هيكسب. طب انت هتدي الاول لجنى ايه؟ اصفر. طب انا هديها اخضر. يا جنى ماشي ممتازه يا جنى. يعني مش عايز اقول لك طول الحلقه اصلا مش معانا. انا اديتها اخضر ليه عارفه ليه؟ عشان هي اول ما قلت لها اذا دخلي طلعي لسانك ودخلي لسانك في ازاي عملت كده ونفذت على طول. واحنا اتفقنا ان الحلقات دي للناس اللي جايه تتعلم. ماشي وانتم شاطرين وممتازين. واحده واحده ان شاء الله رب العالمين هتبقوا ممتازين. وانتوا اللي هتيجوا بعد كده تشرحوا لي التجويد. خلاص اتفقنا. طيب انت بقى عارفه بقى مين اللي هيكسب؟ اول واحد هيبقى معانا عمر فاضل. ده هياخد الجائزه الكبيره. ياخد الجائزه الكبيره الاول. طيب تعالى هنا عمر. تعالى هنا عمر. وبعديه على طول سيف زهران. تعالى يا سيف. طيب احنا جبنا لك اضخم قطر موجود في المحلات. في اضخم من كده؟ ما شاء الله مبارك. خليك ماسكه بقى كده. خليك ماسك. طيب اجيب ايه بقى كدا. اجيب الهديه بتاعتك. الهديه بقى اسمك ايه؟ قول اسمك كده جاي ماشي. نشوف الهديه. ويارا غانم. تعالي يا يارا هنا. احنا معانا وقت لسه يعني. طيب ديت جائزه استاذ سيف. عربيه جامده جدا. معانا 6 دقايق يا دوب. طيب وديت هديه يارا ممتازه. طيب مين الرابع؟ عاوزين وبعد يارا هيبقى مريم جمال. لا يا مريم ممتازه. تعالي يا مريم. ممتازه يا مريم.
يلا يا جنة جهزي نفسك تعالي. مريم ممتازة. ايه ده انت هتدي جوائز لكل الناس دي؟ معلش بقى ما يعني بصراحة هم يعني ابهرونا. طيب مين اللي بعد جنة؟ وبعدين جنة. سماح سامح. يلا يا موحى. تعالي انت بتعيطي ليه؟ يلا يا جنة. انت شطورة. انا عمالة المكان ده مليان هدايا ما شاء الله. اه يعني معلش بقى يا شيخ حسن تعبناك. ايه ده؟ ومالك كمان هتكسب؟ طيب تمام. ادخلوا كده شوية. كده شوية. ايوه بس تعال هنا كده. وبعدين عمر غانم. تعالى يا عمر. اتفضلي يا ملوكة. تعالي كده. هدية جميلة. تعالي جنبها كده يا جنى. قومي يا ملك. قومي يلا تعالي. عمر. اتفضلي يا أستاذ عمر. قومي يا جنى يلا اهي. ايه رأيك؟ وادي هدية جنى. اتفضلي يا جنى. انت ايه ده كله كسب؟ كله كسب. طيب انتوا يعني مبسوطين مننا؟ طب في حد مش طالع تعالى هنا عمر جنبي. تعالى هنا عمر جنبي. كده؟ لا بس خليكم كده. انتوا ممتازين شكلكم جميل. قادرين تشيلوا الهدايا دي ولا مش قادرين؟ طبعا احنا اتفقنا ان كلكم كسبانين ماشي؟ فمحدش يزعل. حجم الهديه او كبيره او صغيره ده كله مفيش مشكله، بما انك انت اصلا جيت هنا يبقى انت في حد ذاته انت انسان مميز. خلاص؟ اكيد طبعا. في الزعل؟ بصراحه يعني انتوا يعني الله اكبر عليكم كلكم من اولكم لاخركم. اسال سؤال ولا هتنسوا؟ اسال سؤال واللي نسي الحاجه اللي احنا شرحناها خد الهديه. بما ان عندنا وقت ماشي. طيب مين اللي عارف الحروف السبعه اللي بنتخم فيها صوتنا؟ يقول لي الثلاث كلمات اللي جنب بعض. قول يا سماح عشان سماح زهق. قوليهم مع بعض الجمله اللي احنا اتفقنا عليها. خص ضغط انقذ. ما تنسيش يا ملوكه اديها المايك. طب تقول خص ضغط انقذ. خدي المايك بتاعه ماشي. قوليهم بقى السبع حروف ايه هما؟ السبع حروف. ايوه قولي للمشاهدين. بص الكاميرا هنا. قولي يلا. الخاء. تعالى هنا يلا عمر. تعالى هنا. والضاء. طيب مين اللي عارفهم زي ما قلتهم انا؟ انا. طب قولي يلا. قولي كده يا ام خصة ضغط انقذ. تعرفي تقولي بقى حروف الصفير؟ ايه هما؟ السين. ممتازه. والصاد. ممتازه. وازاي؟ وازاي؟ بطلع فيهم لساني؟ لا ما بطلعش فيهم لساني. واتفقنا بقى عرفنا الحروف اللسويه ايه يا جنى؟ الحروف الثلاثه اللي بنطلع فيها طرف اللسان. ازاي؟ اللي بنطلع فيها. ايوه بنراجع مع الناس. الثاء. الثاء. الظاء. والذال والظاء. ممتازين. انت عاوزه منهم اي حاجه؟ يعني طب ممكن نرجع نقعد مكاننا كده؟ طيب يلا نرجع يلا. نرجع نقعد مكاننا. يلا يلا. مش يعني انت هتدوني الهدايا دي بعد ما نخلص؟ اه احنا بس عشان نصورها بس مش اكتر. طب انت بتعيطي ليه يا سماح؟ انت خلاص كسبتي وخدتي الهدايا. انت شاطره يا سماح. انت شاطره وممتازه. يعني انا بجد يعني فخوره بيكوا يعني. هم يعني اولاد اتمنى ان انتوا كمان تكونوا انبسطتوا معانا واستفدتوا. كانت حلقه جميله وخفيفه عليكم وبصراحه شيخ حسن يعني الله يبارك له. الله يجزيك. انا عن نفسي بستفاد من الحلقه دي يعني. انا بس عاوز ليا تعليق قبل ما نختم. ان الحلقات ديت مريم ومالك ممكن اتكلم. جنة ممكن اتكلم. ممكن نركز يا جنة وانت ومريم. الحلقات ديت بس للاعزائي المشاهدين عاوزين نفهم ان الحلقات ديت بنتعامل فيها مع ناس مبتدئه. في اكيد ناس بتقرا افضل من دول بكتير جدا جدا طبعا. بس هم طبعا في رهبه وفي خوف من الكاميرا بس هم اولاد ممتازه هم احسن من كده بكتير. فالحلقات حلقات بنتعامل فيها مع ناس مبتدئه واحنا قاصدين ان احنا نجيب اي عينه تجي لنا الحمد لله واحنا هنا ننصحها عشان المشاهدين يستفيدوا. احنا كلنا مبتدئين اصلا يعني هي بصراحه حاجه واحنا ما زلنا بنتعلم كلنا. اكيد طبعا. بشكركم اعزائي المشاهدين وان شاء الله اشوفكم الاثنين الجاي في حلقه جديده من برنامج المجاز مع الشيخ حسن. نورتوني. الله يبارك لك. جزاك الله خير.